السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ اخباركم؟ وحشتونا. ان شاء الله النهاردة طبعا احنا كل الفترة اللي فاتت لحوم لحوم لحوم، فطبعا احنا دلوقتي الاكلة الشتوية هي اللي ماشية دلوقتي، فقلنا ندفيكم بطبق عدس كده ويا رب يكون خفيف عليكم، ويا رب الاكلة تكون تعجبكم ان شاء الله. احنا هنا معانا هو عدس وفتة عدس، احنا هنا معانا عيش بنحمره بالزبده قطعناه طبعا عشان الوقت قطعناه، وحطينا عليه معلقتين زبده وشويه زيت برده عشان الزبده ما بشتغل بيها لوحدها ممكن تلسع مني، اديتها شويه زيت عشان ما تلسعش. بنحمر العيش معانا عشان احنا هنعمل فته مع العدس، يعني هنعمل حاجه جديده كده يا رب تعجبكم، هي مش اختراع يعني هو ابتكار، يا رب يعجبكم. ومعانا هنا نص كيلو عدس حطيناه على النار، ولسه هنحط البهارات معاكم دلوقتي. ده العيش بيتحمر في الزبده، ان شاء الله يا رب يعجبكم، حاجه جديده كده يا رب تعجبكم. هنديله بقى البهارات بتاعته. العدس الاول نديله المكعبات، معانا نص كيلو عدس ومعانا مكعبات ماجي. برضو طبعا اللي يريح حضرتك بقى، انت حابه تزودي حابه تقللي، احنا هنا هنحط ثلاثة عشان هنحتاج واحد في النهايه في الاخر للشوربه. هيبقى معانا طبق شوربه وطبق عدس مسلوق وطبق فته. العدس معاكي بقى تقدري تشكلي اللي انت عايزه تشكليه، مش بيبقى طبق واحد، بيبقى كذا طبق. طبعا ايه المعلقه، اهو المعلقه هنا. طبعا ده كمون، انا مش هحط فلفل اسمر عشان ما يغمقهوش ليا. ده كمون اهو، كمون، وادي توم بودر، توم بودر اهو. وده بقى انا بنتهز الفرصه ان انا اشتغل بالكركم مع العدس، لونه مش هيبان عشان لو الولاد مش حابينه يبقوا ايه كده، ايه مش هيبان ليهم، فبنتهز الفرصة وبزود كمان اكتر عشان طبعا ده منشط للدورة الدموية ورافع بيرفع المناعة، وفيه طبعا فوائد كتير جدا، فطبعا لونه مش هيبان. فمعانا كده العدس هنا اهو، بنحمر الفتة، العيش بتاع الفتة. معايا بقى طبعا الجديد اللي انا قلت لحضراتكم عليه، طبعا نحط فصين توم الاول في الشوربه. هنا في العدس الجديد اللي معايا بقى هنا شاورما بانيه، ربع كيلو نص كيلو، نستعمل اللي احنا عايزينه طبعا، ده اختيار يعني. ممكن انا دلوقتي ده طبعا هقطعه، هديله بصلايه الاول، بصلايه مفرومه كاني هعمل شاورما. بحمر اقلب العيش بتاع الفته بتاعي. ده عيش حواوشي، لما تيجي تجيبي العيش هتقولي للفران عايزه عيش حواوشي اللي هو الصغير الابيض ده. بنحمر اهو، بنحمره، بقلب البصلايه هنا بنزل عليها برضو بفلفل. بقول لحضرتك كأنك هتعملي شاورما، بس حاجات بسيطة، مش شاورما شاورما يعني، حاجات بسيطة جدا. نقلب العيش بتاع الفتة بتاعنا، بقى لونه جميل اهو، قرب يتحمص. وهنا طبعا بقلب البصل بتاع الشاورما بتاع البانيه.
قلت لحضرتك هنقطعها كأننا هنعمل شاورما بالظبط، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. ده طبعا متبل بملح فلفل اسمر بس، مفيش اكتر من كده، شويه ملح وشويه فلفل اسمر، تتبيله عاديه جدا. بنزل على البصل اهو والفلفل اللي انا قطعته، هقلب العيش عشان ما يلسعش مني. الو الو، صباح الفل. الو الو الو، اتفضلي تحت امرك. صباح الفل. صباح الخير، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، تسلم ايديكي. الله يكرمك يا رب. تحت انا امرك. بس كان عندي سؤال، انا بعمل الكريم شانتيه فبيسيح مني على طول. كريم شانتيه؟ اه. طب حضرتك بتعمليه ازاي؟ الو، شكرا لاتصال حضرتك. انا مش عارفه حضرتك بتعمليه ازاي، بس انا هحاول اقول لك. قللي اللبن ودخليه الفريزر. انا مش عارفه يعني، لو عرفت انت بتعمليه ازاي كنت اقول لحضرتك العيب فين. فحاولي حضرتك تقللي اللبن، هو ما بياخدش الا معلقتين لبن بس، وتدخليه الفريزر على طول، او معلقتين ميه، مش كتير يعني، ما تكتريش يعني. طبعا اللي حابب يعمله بلبن حابب، واللي حابب يعمله بميه دي براحتكم. طبعا احنا معانا الملح والفلفل بتاعه، هو اللي هو متبل فيه البانيه، مش محتاج طبعا، مش محتاج نملحه، احنا بس هنديله شويه كركم بس. شويه توم باودر برضو. طبعا عشان يستوي هديله شويه ميه. العيش بتاعي اتحمص خلاص كده، خلاص العيش بتاعي اتحمص، وانا هنا هديله شويه ميه للبانيه عشان هو ني فلازم يستوي، لان لما يدخل الفرن لازم كل حاجه هتدخل الفرن تكون مستويه. الفته بتاعتنا طبعا هندخلها الفرن فلازم تكون مستويه. عندي الميه السخنه عشان هحتاج ميه سخنه تاني للعدس. عندي هنا الزبده، طبعا هعمل الثوم. الثوم هنا الفصين، الثوم دول انا هفرمهم عشان هحتاجهم برضو في الاخر. يبقى معانا نص كيلو عدس، ومعانا مكعبات، ومعانا بهارات وملح وكمون وتوم بودر وكركم. مش هنستعمل فلفل اسمر عشان ما يغمقهوش ليا. معلقه التوم المفروم دي،
ماشي خلاص كده. احنا بس عشان نسينا نحط جزرية في العدس، معانا جزرية نسينا نحطها. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا حبيبي تحت امرك. صباح الفل وايد وياسمين على الشيفة وعلى كل المستمعين وعلى انكي المعد حبيبي الملايين. اهلا يا حبيبي، تشرفنا بيكم باتصالك النهارده. ربنا يخليك يا شيفة. انا اسمي احمد، لما تقول بقى فرحك وشكرا جدا جدا في الطبخ وكده يعني، وانا بحييك جدا جدا على شكرا شكرا، ربنا يخليك يا رب، متشكره جدا. ليك اي سؤال؟ شكرا على اتصالك يا احمد. يبقى احنا هنا كده حطينا، هنقلب البانيه بتاعنا نشوف هستوت ولا لا. خلاص كده ايه، على وشك الانتهاء. كده يا رب الأكلة دي تعجبكم النهاردة. ما تقولوش عدس، العدس بقى الكل ايه في الشتاء عمال يطبخ عدس. ودي طماطم بس ايه هنجرنش بيها في الآخر. فبنجهز حاجتنا على ما العدس ايه ياخد له غلوتين كمان وخلاص قرب يستوي. يبقى احنا كده حمرنا العيش بتاعنا اهو، حمرنا العيش بتاعنا في الزبدة وشوية زيت، وقطعنا البانيه بتاعنا بقرن فلفل وبصلاية، وهو متبل اصلا بشوية ملح وشوية فلفل اسمر، وبنسويه اهو. احنا نجيبه هنا عند العين دي عشان دي اعلى شوية. بنقطع بقى طماطم دي هنحتاجها في الاخر، بس أكلة سهلة جدا وسريعة جدا وبتدفي وفيها فوائد كتير، وخصوصا الكركم اللي عليها طبعا بيرفع من المناعة، وده كلام الدكاترة مش كلامنا احنا. فعدس مع كركم مع بهارات والثوم والحاجات اللي فيه مش محتاجة كلام بصراحة. احنا طبعا البناتيت الصغيرين اللي داخلين على جواز بنقول لهم الحاجات السهله دي، وهم طبعا الحاجات دي مش هتقف معاهم في 10 دقايق واقفه تقف في المطبخ، هتلاقي نفسها عملت طبق مش هيحتاج منها اي مجهود ولا اي وقت خالص. طبعا العزومة بتحضر على حسب هي عاملة اللي هتعمل العزومة. فطبعا انت هتعزمي عندك لسه عروسة وهتعملي عزومة لعيلة العريس او لعيلتك، طبعا انت مش هتدخلي في الاطباق التقيلة، هتختاري طبعا حاجات خفيفة عشان انت تعمليها بنفسك بدل ما تشتريها من بره. طيب احنا كده عندنا العدس استوى تقريبا، هناخد منه بسم الله الرحمن الرحيم من الملح هنملحه بقى، هنديله عشان احنا ما اديناش الملح بتاعه، هنملحه نديله الملح بتاعه
هيفصل ولا ايه؟ الو الو، ايوه تحت امرك، اتفضلي. عايزه اكلم الشيفه. اتفضلي تحت امرك، معاكي. عايزه اكلم الشيفه. اتفضلي تحت امرك يا حبيبتي، وطي صوت التلفزيون وكلمينا. اتفضلي. شكرا لاتصالك، حاولي تكلمينا تاني كده. احنا ما عندناش فاصل ولا ايه؟ طلعي انا اطلع فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. رجعنا لكم عشان نكمل الطبق بتاعنا، وهنقول لكم احنا عملنا ايه. احنا ضربنا العدس طبعا في الفاصل بالهاند بلندر. طبعا احنا ايه، هنصب هنا بس شويه زيت عشان ايه، وهنحط نص العيش اللي معانا، نص العيش اهو كده، رقة عيش ورقة شاورما. بسم الله الرحمن الرحيم، شوية عيش كمان عشان الشاورما ما تنزلش تحت. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهيت كده. خدنا سوينا الشاورما او البانيه المتقطع بالصوص بتاعه اهو، هيديني كمان طعامه اكتر بالصوص بتاعه دوت. صدقوني جربوه مش هتندموا، طعمه هيبقى جميل. ريح، انا نفسي بس حد يشم الروائح اللي هنا دي. لا بقول للناس. الو الو، ازي حضرتك يا شيف؟ الله يسلمك، اتفضلي تحت امرك. الو، كنت عايزه، ايوه مع حضرتك يا شيف، كنت عايزه اعرف طريقه حلوه للحواوشي والمكرونه بشاميل. حاضر، تحت امر حضرتك. حاضر، شكرا لاتصالك. كده هديته الرق الشاورما، وادي رق العيش الفاضل اهو كده. بعدين ايه، هننزل عليه بالعدس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ضربت ده بالهاند بلندر في الفاصل عشان الجزر والبصل اللي فيه. بسم الله، شايفين لون العدس عامل ازاي؟ وغرفت هنا طبق بالزبده اهو برضو، ده طبق زي المسلوق كده، زي اللي بتدمس في الفرن الجميل ده. وادي الطبق الثاني، الطبق الفته اهو، شايفين اللون ولون الكركم مع لون الجزر. كده خلصنا خلاص طبق الفته بتاعنا، وبرده هضيف لكم طبق شوربه كمان. كده خلاص ادي طبق الفته بتاعنا اهو، هديله بقى ايه، هديله شويه موتزاريلا، وعلى الفرن اوام. مش بقول لكم بقى دوت يعني ايه، اضافات جديده تخلي اللي مش عايز ياكل العدس ياكله اهو. شويه موتزاريلا اهو، محدش يمد ايديه في العدس ده. اللي بيقولوا ما بنحبش العدس ما يمدوش ايديهم فيه. وعلى الفرن كده خلاص، طبقنا خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هرفع الشبكه دي عشان انا مش محتاجه
غير لون بس. بسم الله الرحمن الرحيم. كده طبق الفتة بتاعنا، وانا ممكن اسخن العيش معاه. اسخن لكم العيش معاه. تاكلوا. هنا عندنا بقية العدس اهو. طيب ماشي. تمام كده. هعمل فص الثوم ده بس بمعلقه زبده. احمره بمعلقه زبده. احنا خلاص، هو بس الموتزاريلا هتسيح وخلاص. احنا كده كده غرفنا طبق اهو بالزبده، وهنغرف لكم كمان طبق شوربه وخلاص. ايوه ده بس عشان يديني ريحه الثوم بس. بنحمر بس الفصين التوم دول. احنا كده يعتبر خلصنا خلاص، عشان بس يديني ريحة التوم بس. وعلى العموم انا مش مخلية هنا ايه، انا جايبة طبعا نعناع وحاجات، عشان النعناع ده عشان يخليلي لو محدش حابب ريحة البصل والحاجات اللي بتبقى في البصل الاخضر والحفلة بتاعت العدس دي، انا جبت نعناع اهو عشان يضيع الروايح دي. وهنغرف طبق شوربه كمان اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ازوده بشويه من هنا عشان ناقص. وده طبق شوربة كمان عليه طش الثوم. عليه طش الثوم اهو طبق الشوربة ده. يبقى كده ما فاضلناش الا الفتة بتاعتنا، وادي البصل. وادي البصل بتاعنا، بصل وجرجير كزبرة. تشكيلة بقى اللي ايه. الو 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 الو، معاكي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي، تحت امرك، معاكي. لو سمحت شيف، عايزة اعرف طريقة البيتزا البيتزا؟ تحت امرك اتفضلي. طريقة البيتزا يا شيف لو سمحت. حاضر، تحت امرك. حاضر. حاضر.
يبقى كده غرفنا طبق الشوربه بتاعنا، شوربه العدس وعليه طش الثوم، وطبق العدس اللي بالزبده اللي هو مسلوق زي اللي متدمس في الفرن، ومعانا طبق الفته اللي بالشاورما في الفرن وعليها رشه موتزاريلا، يعني هتاخد لون بس وكل حاجه مستويه فيها. طبعا العيش متحمر والعدس مستوي والشاورما مستويه، مش هتاخد حاجه غير اللون بس، الموزاريلا تسيح وتاخد لون بس. ويا رب طبقنا يعجبكم النهارده، وحاجات بسيطه مش مكلفه، وده الطبق الشتوي بتاع المصريين طبعا، هو والمحشي العدس والمحشي، بس احنا قلنا المحشي بياخد وقت وبياخد غلبه، قلنا نعمل حاجه على السريع كده، وفي نفس الوقت فيها مكملات غذائيه كبيره، والعدس فيه حديد وفيه فيتامينات كتير، والكركم كمان يا ريت نكتر منه مع الاعشاب والحاجات اللي احنا مأهملين فيها بدل العلاجات والكيماويات. الكركم ده بينشط الدورة الدموية وبيرفع المناعة، وفي فوائد كتير جدا، يا ريت نكتر من استعماله. طيب هنبص كده على طبق الفتة بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعيش طبعا، والعيش سخن اهو. طيب انا سخنت عيش كمان اهو، سخنت عيش اهو، وادي طبق الفته بتاعي، طبق الفته بتاعي كمان اهو. اظن مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. كمان هنزل عليه، انا خليت هنا معلقه ثوم بالزبده، هنزل عليها بيها كده اهي، ده بقى مليان زبده بصراحه، احنا النهارده كلفنا زبده جامد يعني. ثوم بس اهو، معلقه الثوم، هنقرنش بس اهو. بالهنا والشفا على قلبكم يا رب، ويا رب يعجبكم. بس كده نتمنى ان طبقنا يعجبكم النهارده، وحاجه بسيطه ومش مكلفه جامد، وما خدش وقت معانا، احنا لسه لينا وقت عندهم، وخلاص احنا خلصنا شغلنا يعني، هنعمل يوم ايه. فيا رب اشوفكم على خير، وان شاء الله وصفات جديده، وان شاء الله نتقابل على خير يا رب. السلام عليكم.